تعال، أنت مبحوث عنك. الحلقة الأولى. أواخر القرن الماضي مطلع التسعينيات، شهد المغرب حملة تستهدف أباطرة المخدرات والذين يتملصون من دفع الضرائب والمهربين المتعاطين شتى أنواع التهريب. ولم يفلت من تلك الحملة عدد من المرتشين من رتب مختلفة في الشرطة والجمارك وإدارة الضرائب. كان الكل يعلم أن الفساد لا يولد يتيما. وقد تم تشكيل فرقة خاصة تضم ممثلين من مختلف المصالح التي تعنى بالزجر، وأوكل إليها البحث والتنقيب في ملفات كل الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تلك القضايا، وإنجاز المساطر لتقديمهم إلى المحاكم. جل الأظناء أودعوا السجن قبيل انطلاق المحاكمات. كان معظمهم من وجهاء مدنهم ومناطقهم، وكان بعضهم من سام المسؤولين في عدد من المصالح. وها هم الآن يتقاسمون فضاء الزنازن مع مجرمين أدينوا في قضايا مختلفة بدءا بالسرقة باستعمال العنف وانتهاءا إلى القتل بصيغه المختلفة كان من تداعيات تلك الحملة التي يذكرها كثيرون أن عددا من رجال المال والتجار غادروا إلى الخارج خوفا من أن تنالهم الحملة أو سحبوا أموالهم من البنوك وجمدوا الكثير من مشاريعهم، كانت الشائعات وقتها تفعل فعلها، وكانت المعلومات التي تتداول على نطاق واسع وأغلبها لم يكن صحيحاً تفعل في وسط المقاولين فعل النار في الهشيم. في سجن عكاشة بالدار البيضاء كان عدد من موظفي الأمن ومصلحة الضرائب والجمارك وقطاع التأشير يمضون عقوبات حبسيه بعد ادانتهم في قضايا مختلفه. كانت ايام السجن قد جعلتهم يرتبطون بصداقه، وقد اتفقوا على اللقاء بشكل دوري بعد ان يمضوا عقوباتهم وكذلك كان. وصادف انهاء اخرهم عقوبته الحبسيه، تلك الحمله التي تستهدف المهربين واباطره المخدرات ومن هم في حكمهم من المتهربين من دفع الضرائب وغيرهم. التقت المجموعة وكانت تتكون من سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق الذي كان يعمل في الدار البيضاء وحكم عليه بسنة سجنا في جريمة اخلاقية كان في اواسط عقده الرابع ضمن المجموعة ايضا ادريس مغلال وكان يعمل مفتشا في اداره الجمارك وامضى في السجن عاما ونصف العام بعد ادانته في قضيه ارتشاء، كان العنصر الثالث في تلك المجموعه عزيز المرتدي الذي كان يعمل في مكتب للتعشير وادين في قضيه سرقه. كان الثلاثه قد تعودوا المال السهل والانفاق بسخاء وهم الان في وضع يختلف تماما عما درجوا عليه سنوات طوالا. في لقائهم ذاك المساء كان موضوعهم البحث عن مصادر للحصول على المال. كان سليم المخاطر ضابط الشرطه السابق يقتعد كرسي الزعامه في تلك المجموعه وبعد تقديم ضمنه كل المعلومات التي تخص الحمله وما يروج في شانها انتهى الى ان الامر الان في يد فرقه خاصه تتولى النظر في كل الملفات والبت فيها. تاسيسا على تلك المعطيات اقترح سليم المخاطر ان يكون الثلاثه فرقه موازيه تتولى حمله ابتزاز تستهدف كبار التجار والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير كانت الشائعات ومعلومات كثيرا ما رددت صداها الصحف تتحدث في كل مره عن لائحه فيها فلان وفلان وكذلك افتى سليم المخاطر بضروره اعداد قائمه باسماء التجار الذين سيكونون هدفا لعمليه الابتزاز وهم اولئك الذين لم تتم المناداه عليهم وحتى تكون الخطة محكمة، فقد تقرر توفير كل ما يجعل الضحايا يصدقون أنهم سقطوا فعلاً في قبضة فرقة تنفيذ أهداف الحملة. وضع إدريس مغلال رهن إشارة الفرقة الوهمية منزلاً في ملك أخيه يقع أطراف الدار البيضاء. كان شقيقه يعيش في المهجر في أوروبا ولا يأتي إلى ذلك المنزل إلا في العطلة الصيفية. تم تجهيز الغرف لتتخذ شكل مكاتب صار المنزل يشبه الى حد كبير مفوضيه للشرطه كان سليم المخاطر خبيرا بما كان يدور في مثل تلك المقرات الخفيه للمصالح الامنيه وحتى لا يدع مجالا للشك لدى من سيتم استقدامهم الى هناك فقد عمد الثلاثه الى تسجيل صوت رجل يتالم لفرط ما يتعرض له من ضرب اثناء عمليه تحقيق وهميه كانت تسمع في التسجيل اصوات رجال يشتمون الشخص الذي يتالم ويصرخ كانت توجه اليه اهانات كثيره كان عزيز المرتدي الذي عمل في مكتب للتعشير هو من تولى وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال والصناعة الذين تربطهم بالخارج علاقات تجارية، فالفترة التي أمضاها في مكتب التعشير إلى أن قبض عليه وأدين بتهمة السرقة، كانت كافية ليعلم الكثير عن علاقات عدد من زبناء المكتب، وكان يعلم أن الكثير مما كانوا يقومون به لا يخلو من شبهة وإن كان الظاهر منه يبدو سليماً. تاسيسا على تلك اللائحه وضعت خطه تحرك الفرقه الوهميه كانت الخطه تقوم على مباغته الواحد من اولئك التجار في مقر شركته حيث يقوم سليم المخاطر وعزيز المرتدي بالقبض عليه ثم يرغمانه على مرافقتهما الى المفوضيه على متن سياره سوداء تشبه تلك السيارات التي تستعملها مصالح الامن وتحمل لوحات معدنيه مدنيه ما ان يركب الشخص المقبوض عليه حتى توضع على عينيه عصابه تاخذ السياره وجهه ضاحيه الدار البيضاء الى ذلك المنزل الذي تتخذه العصابه مقرا امنيا للتحقيق والاستنطاق نجحت العصابه في اول عمليه لها وتم ابتزاز احد التجار الذي دفع مائتي الف درهم قبل ان يتم اطلاق سراحه بعد ان وقع على تعهد بان يتوارى عن الانظار شهرا كاملا اوهمه الثلاثه بان الغرض من ذلك عدم اثاره انتباه رؤسائهم الى انهم اخلوا سبيله مكث في احدى غرف ذلك المقر يومين على مدى ليلتين لم يذق طعم النوم فقد كان يسمع في بطن الليل صراخ رجل يتعرض للتعذيب وتوجه له شتائم مهينه ومذله وتهديد بما هو اقسى ان هو لم ينطق بالحقائق كامله. كان اخر ما يسمعه كلما اقترب موعد الفجر انات لا تتوقف واصوات ابواب تفتح وتقفل. كان الثلاثه موقنين بان جو الخوف الذي يعم اوساط التجار ورجال الاعمال من جراء كل ما يروج حول الحمله كفيل بان يضمن لهم ان الواحد من اولئك الذين يبتزونهم لن ينطق ببنت شفه غالبا ما كان المستهدفون ممن يحسبون كل صيحه عليهم اذ يتمازج في اعمالهم وانشطتهم ما هو قانوني بما هو غير مشروع ولذلك فان العصابه كانت تتحرك دون ان تكون لدى افرادها مدعاه الى الخوف او الحيطه حتى كان نجاح افراد العصابة في الحصول على مئتي الف درهم في عملية واحدة مما فتح شهية افرادها على المضي قدما ومواصلة عملياتهم كانت اللائحة التي اعدها عزيز المرتدي تتضمن اسماء يعد اصحابها من كبار الفاعلين في النسيج الاقتصادي بالدار البيضاء كان في جملة تلك الاسماء اسم الحاج بن ناصر العشباوي وكان تاجر اثواب معروف وصاحب معمل للملابس الجاهزة له علاقات مهمة مع شركاء في اسبانيا وايطاليا وهولندا كان في جملة انشطته المناولة التي تقتضي استيرادا مؤقتا للاثواب التي تتم خياطتها ثم اعادة تصديرها صباح يوم جمعة ترصد ادريس مغلال وعزيز المرتدي وصول الحاج بن ناصر الى مكتبه في احدى عمارات شارع الزرقطوني، ولما وصل وركن سيارته باغته الاثنان ولم يكن قد خطا سوى بضع خطوات الى مدخل العماره ثم ارغماه على ركوب السياره السوداء. وضعت على عينيه عصابه، بالنسبه لعصابه الثلاثه فقد كان الحاج بن ناصر صيدا ثمينا ظفروا به. هل سيصدق ظنهم؟ سنعرف ذلك غدا ملفات بوليسيه